كيف منبلش 2018؟ بأي إيجابية أو شو الأهداف يلي بدنا نحطها قدامنا لنعرف كيف نحققها؟ معنا فؤاد نهرة، مايند كوتش. أهلا وسهلا فيك فؤاد. عادة بتكتر هيك الأهداف ومنحط ورقة وقلم ومنحط تشيك على الأشياء اللي حققناها ومنتبع الأشياء اللي ما حققناها ل 2018. في هيدي الليستة، بس خلينا نفسر سريعا شو يعني مايند كوتش. مايند كوتش هو كيف مثلا الكوتش الرياضي لما اروح على نادي رياضة، اذا بنعمل رياضة بدون حدا عم بيقلنا مثلا انه اشتغلوا البايسبس او ترايسبس او اشتغلوا الابر او اللور ماسلز، بنعمل كيف ما كان شو ما كان. والعقل اذا بدك من نحن وصغار نتعلم ناكل، نتعلم ندرس، نتعلم نشتغل، بعدين بقولولنا انه هلأ لازم تعملوا عائلة الى اخره، بس ما حدا بيعلمنا كيف نفكر. بقى هالاشخاص اللي نجحوا بحياتهم استعملوا بروتوكولات او اساليب معينه بينجحوا فيها، فاذا هالاشياء بتنجح ليه ما بنجربها مثلا؟ فهيدي هي المايند كوتش. هلا انا درست اختصاص هيبنوثيرابي بلندن وضميته ل تنويم مغناطيسي اذا بدك. هلا هي بطلها علاج، هو علاج اكثر من تنويم مغناطيسي. هي ديسيبلين اكشلي، ديسيبلين، ما في اي نوع من مغناطيس او تنويم. هي بال 1800 اول ما انعرفت هالتكنيك، انعرفت بهالاسلوب هيدا، بس طورت اكيد. أوكي. انت درست هذا الشيء لكان كيف انتقلت للمايند كوتشنج يعني، او هي شوفي فرع من الهيبنوثيرابي؟ لا لما كنت يعني بعدني انا بدق موسيقى وبالف موسيقى، فلما دق بيانو بفوت على حاله بتروق الاعصاب، على حاله مختلفه عن اذا بدي حياتنا اليوميه. فقلت هذا شيء كثير حلو، بس كيف نعمل للناس اللي ما بدقوا موسيقى؟ فهون بلشت ابحاثي، بلشت قراءاتي، ووصلت لنتيجه الهيبنوثيرابي اللي شفتها انه بتحطنا بحاله بنقدر نشتغل على الهارد ديسكات تبع عقلنا. اوكي خليني اعرف، لما حدا يجي لعندك ويقول لك انا بدي فوت بهالبرنامج او بهالحاله، ما بعرف شو بتسموها، هلا بيجي لعندي بيقول لي بدي اوقف دخان مثلا، او بيجي لعندي بيقول لي عندي بروكراستينيشن يعني، او كيف بدي احط اهداف لل 2018؟ كيف؟ شو بتساله؟ شو بتعرف عنه؟ في شيء اسمه انامنيز، يعني كم سؤال لحتى اعرف لوين بده يوصل. بعدين بنفوت بالديسيبلين تبع الايبنوز، يعني بعمل اول شيء بالايبنوز في اكزرسيسات تنفس، استرخاء بالجسم، الخيال بنستعمله كثير بالايبنوثيرابي. اينشتاين قال شغله، قال انه الخيال اهم من المعلومات، من الانفورماسيون. فاذا خيالنا او افكارنا بيقدروا يعملوا العجائب. لما تشوفي كبر انسان يعني لا جراندور دانوم، هو بيكبر افكاره. افكاره بس قديش ايام بنكون يمكن خيالنا محبوس، وقديش نحن بحاجه بحاجه يمكن لشغله تنطلق 100% العنان لخيالنا 100%. بتعرفي ليش؟ لانه العقل ما بيعرف الفرق بين المزبوط والمش مزبوط. يعني ممكن احضر انا حرب عم بتصير على التلفزيون ببلد تاني وعيشها، بس انا ما عندي حل لحل هيدي الحرب، فبعطل هم. اوكي فبصير شو عم بعمل؟ عم باكل عطله هم. اوكي وعم بستثمر بالخوف، يعني بصير عايش بحالي. او في امر عليها مرور الكرام وتكون شيء كثير بالنسبه لي خبر وبيقطع. اكزاكتلي، هيدي حسب عقل كل انسان. اكزاكتلي هذا اللي بدي اقول لك اياه، انه الامور نسبيه بالحياه. في جمله بلبنان بنقولها العقل زينه، ونحن بوقت عيد، فحلو نرجع نسترجع ونركز، حلو نزين عقلنا نحط له جيرلاند وقضوية. هو لما نشوف أفكارنا أو نركز على الأفكار اللي بتقطع بنهارنا بنقدر نغير حياتنا. بس وجهات نظرنا بتختلف فؤاد، يعني أنا وجهة نظري للخبر يلي عم شوفه على التي في مثل هلأ الإكزامبل يلي أنت عطيته غير وجهة نظرك أنت. يعني انا باخذها بموضوعيه، انت يمكن تاخذ طرف او العكس. منيح اللي هيك هيك لازم. اكيد كل انسان اذا بدك حر بعقله، بس هل يا ترى مثلا افكاره عم بيوصلوا له يلي بده اياه؟ مثلا في عندك ناس بيعملوا هلا بالسنه الجديده بيقولوا بدي اعمل رياضه، بدي اعمل سبور، فبروحوا بيشتركوا بنادي. العقل لفات انه اشترى هالبطاقه ودفع الاشتراك وحطها بجيبته، العقل بيقول خلص اوكي عملت واجباتي. هيدا في بلاسيبو صار. اكزاكتلي. هل يا ترى هالشخص عم بيروح يعمل سبور؟ بس في ناس تانيين ما عم بهجمك، بس عم بعطي وجهات نظر تاني. في ناس تانيين لانه صار معهم هيدي البطاقه ولانه دفعوا بيروحوا. طب كثير منيح. اهم شيء شو النتيجه؟ النتيجه. طب كيف بدنا نفكر بايجابيه؟ كيف بحط انا الاهداف لل 2018؟ على اي اساس؟ اذا رحت لعندك قلت لك بدي انا اعرف شو الاهداف اللي بدي احطها، او هو هن الاهداف وبدي احققهم، شو بتسالني؟ هلا اول شيء بسالك شو الاشياء اللي مش عم تزبط؟
يعني قبل ما نبلش نتفلسف اذا بدك ونحط، لانه المايند كوتش مش واحد بيتفلسف، يعني اعطوك هيدي نظرتي للاشياء. شو الاشياء اللي مش ظابطه؟ شو الاخوه؟ شو الواحد عنده الفيرز؟ شو البلوكاجات، المخاوف؟ شو الاشياء اللي مش عم تخليني قادر حقق هذا الشيء؟ ومن هون بشوف الماب كيف الشخص بيفكر اذا بدك. بس يعني فؤاد، ايام فعلا بيكونوا حاطين اشياء يمكن هي ما في شيء مستحيل، بس ايام اشياء يمكن نعرف انه صعبه المنال او بدها تراكم سنوات تيوصلوا لها. قديش مهم كمان هالشخص يستوعب انه مش بخطوه واحده رح يقدر يوصل، او بسنه واحده يمكن يقدر يوصل لشيء. 100%. هلا في كل واحد عنده ليميتد بيليفز، يعني عنده افكار محدوده انه لا السفر خطير، او انا بخاف من الطياره، او انتبه في طياره اشطت. فشو بحط له بعقل ابنه او بعقل هالشخص الثاني هالخوف؟ فهذا الشخص بيسافر ويمكن تقشط الطياره ويمكن لا الى اخره. بس لارجع على الشيء اللي قلتيه، هو اكزاكتلي فينا نعبي البنوار نقطه ورا نقطه. الحنفيه يعني شوي شوي فينا نعمل خطوه ورا خطوه. لانه ما محصورين ب 365 يوم. لا، لانه هالشيء يمكن بيعمل ضغط نفسي بيعمل علينا. ضغط اكيد، وفي كثير ناس بحطوا بريشر على حالهم انه بدي اطبق هذا الشيء هلا، او بدي اوقات مش وقتها هلا كثير. اوكي، يعني فؤاد بمعنى تاني كمان دور الاهل كثير مهم، والمجتمع والمعتقدات والافكار يلي بتنحط براسنا، كيف بنبني تفكيرنا. اكيد كل شخص معك حق، مثل حيالله يعني في يعني مكان وفي زمان. يعني انتبهي ما تطلعي بالطياره لانه هالطياره قشطت، انا بكون اخذ الخوف من هالتفكير. مزبوط، وهون علينا انه نعمل فلترينج، يعني نفلتر شوي الافكار اللي جيتنا اكسترنال من برا، والافكار الانترنال اللي نحن لانه اوقات نحن بنخوف حالنا باشياء. بتقلهم ياخذوا ريسك؟ كود بي انا بقول لهم فيل ذا فير اند ميك ات، يعني نحس بالخوف. خايف من الطياره، اوكي جرب اطلع بالطياره وشوف. اوكي طب مش الحال، فاذا كسرنا هذا الخوف. فهيدي اذا بدك اهم ثيرابي اللي عم تقوليه، يعني انه واحد يحس بالاشياء ويعملها ويشوف انه لا قادر اعملها. فكل مره بفك الفيرز، بفك الخوف وبطلع درجه. اوكي، هيدي قد ايه صعبه او قد ايه هينه انه الواحد يقدر يعملها، او حسب يمكن نسبه الخوف اللي عنده؟ هلا برجع بقول لك، لما اذا انا ما بعرف اعمل الرياضه بروح على نادي رياضه، بفضل يكون عندي كوتش مثلا انه يقول لي شو اعمل لحتى بشهر واحد لاقي نتيجه. اوكي، بس يمكن بكل هالموضوع اهم شيء نفكر بطريقه ايجابيه. هلا التفكير بالطريقه الايجابيه، وبرجع كمان نفك اذا بدك العقد او الاشياء اللي مش ماشي حاله. من 10 سنين كنا نقول انه يا هذا مجنون راح شاف بسيكولوج او بسيكات، اليوم تبينت انه لا كلنا بحاجه انه وانا منهم. يعني انا بشوف كمان زملاء. صح، بعد في هذه الكاتيجوري من الناس اللي بتقول انه هذا مجنون مشان هيك راح. ايه بس المشكله وين جوال؟ انه في ناس بتلتجئ للادويه، يعني انه يابا انا معصب باخذ دواء بروق، بس النتيجه بعدها من برا، بعدني عم بشتريها، ما حليت النتيجه المشكله من جوا. فعلا يعني روقتني هلا الحبه. اكزاكتلي بنجيت. يعني طب شو الريزولوشنز تبعك لل 2018 فؤاد؟ هلا بقلك، بس عندي فكره صغيره. يلا قول فكرتك تنعرف، بدنا نشوف المايند كوتش كيف بيفكر. لا انه مثل كانه انا سيارتي الفراري عم تنسرق، تنقول عندي سياره فراري، بيجي انا بطفي الالارم، هل يا ترى انمنعت السرقه؟ لا، بس انه انا بطفيت الالارم. الادويه هيك بيعملوا، ببنجوا بس ما بيفككوا، بدنا نفك الشغله من جوا من العقل. انت شو حاطط براسك ل 2018؟ ايش تحققها؟ اهدافي الخاصه يعني؟ ما بعرف، هات لنا هدف من هالاهداف. سريع، عندي كثير مشاريع. سيدي موسيقى. عندي كثير مشاريع، بس عندي نصيحه للناس اذا بدهم يعني جد يعملوا ليستا مثل ما حكينا باول حديثنا، يحطوا ليستا على ورقه وقلم ويقولوا بالفعل شو حابين يحققوا ويشطبوا على الليستا الاشياء اللي عملوها. اوكي. فؤاد نهرة مايند كوتش، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله 2018 تكون هيك سنه خير وتحقق فيها كل الاهداف. ميرسي وعليكم كمان. اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا والختام رياضي. بكره بنعطيكم موعد جديد بحلقه جديده، انطرونا. باي. تصدر إنجاز المنتخب اللبناني لكرة القدم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المشهد الرياضي في البلاد خلال عام 2017. وسبق للبنان أن شارك مرة وحيدة بكأس آسيا عندما استضاف البطولة على أرضه عام 2000، ولكن منتخب بلاد الأرز تأهل لنهائيات الإمارات 2019 عن طريق التصفيات هذه المرة. ولم يكن أحد يتوقع أن ينتزع منتخب لبنان بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة بسهولة بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية واللي ضمت كوريا الشمالية، هونغ كونغ وماليزيا.
ولكن ميدوراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان نجح أن يعيد التوازن للفريق ليقدم تحت قيادته عرض جيد في مستهل مسيرته ويتصدر مجموعته بجدارة منتزعا بطاقة التأهل قبل جولة على نهاية التصفيات في مارس أذار المقبل. وساهمت النتائج الإيجابية اللي حققها المنتخب بقيادة رادولوفيتش حتى هلأ في ارتقاء منتخب لبنان كثيرا في تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا حيث يحتل حاليا المركز 87 عالميا. وقال مدرب منتخب لبنان القادم من جبل الأسود سنواصل العمل جاهدين من أجل تحضير فريقنا بشكل قوي، أتمنى أن يكون لدينا مساهمة كبيرة في كأس آسيا 2019. كما برز منتخب لبنان لكرة القدم داخل الصالات بتأهله لنهائيات كأس آسيا المقررة في تايوان بعد فوزه على الأردن وقطر وبنتيجة واحدة وهي 3-1 في تصفيات غرب آسيا. وعلى عكس الأعوام السابقة تراجع فريق الأندية اللبنانية على المستوى القاري بعد إخفاق النجم والصفا في تجاوز دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، ولم يكن حال العهد أفضل من 2 السابقين وذلك بخروجه من الدور الأول لبطولة الأندية العربية التي أقيمت في الإسكندرية بمصر في الصيف الماضي، على الرغم من أنه قدم نتائج لافتة كانت أبرزها الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 1-0. والموسى حجاج الذي أشرف على تدريب العهد خلال البطولة نظام البطولة ظلم فريقه على نحو كبير وأضاف لم نصعد إلى الدور الثاني على الرغم أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة، وكان العهد خرج من البطولة باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الفتح المتصدر. تعرضت كرة السلة اللبنانية لخيبة أمل كبيرة في عام 2017 بعد خروج منتخب البلاد من دور 8 لكأس آسيا، بينما عوضت الأندية الجماهير المتشوقة للانتصارات بالفوز بعدة ألقاب قارية، وخسر المنتخب اللبناني أمام إيران 80-70 في دور 8 لكأس آسيا الذي استضافه على أرضه في آب أغسطس الماضي، على الرغم من إنفاق الاتحاد المحلي بسخاء من أجل إحراز اللقب للمرة الأولى بتاريخه. وعاد جمهور كرة السلة وشعر بالتحسن بعد فوز منتخب البلاد على الهند الضعيفة في تصفيات كأس العالم التي تستضيف الصين عام 2019 قبل ما يتعرض لخسارة مؤلمة أمام الأردن في الجولة الثانية. وكان المنتخب اللبناني لكرة السلة قد استهل العام الجاري بطريقة جيدة بإحراز لقب كأس غرب آسيا التي أقيمت في الأردن وذلك للمرة الخامسة في تاريخه، لكن الأندية استطاعت تعويض خيبة أمل الجماهير في منتخبها بإحراز الرياضي بيروت لقب بطولة غرب آسيا باكتساحه بتروشيمي 83-69 في المسابقة اللي استضافتها الأردن في مارس أذار الماضي. كما أحرز الرياضي لقب بطولة غرب آسيا للسيدات بفوزه على الفحيص الأردني 64-57 في المباراة النهائية للبطولة اللي أقيمت في مايو أيار الماضي. واحتفظ الرياضي بيروت بلقب الدوري اللبناني للمرة الرابعة على التوالي بعد ما حول تأخره 0-2 إلى فوز مثير على الهومنت من 4-2 في الدور النهائي. وكلل الرياضي بيروت جهوده هذا العام بإحراز لقب بطولة آسيا للأندية لكرة السلة للرجال، وأجد نهاية العام سعيدة للهومنت من بتتويجه بلقب البطولة العربية للمرة الأولى بتاريخه بفوزه بصعوبة على سلة المغربي صاحب الأرض 99-98. وكان الإنجاز الفردي الأبرز هذا العام هو صعود الرامي رايبسي لمنصة التتويج في نهائي كأس العالم للرمي في نيودلهي بالهند بحصول على الميدالية البرونزية ضمن مسابقة الأطباق من الحفرة. وكانت بسيل قد أحرزت ميدالية فضية ضمن البطولة العربية التي أقيمت في الكويت، كما فاز المنتخب اللبناني للرمي بميدالية فضية للفرق في نفس البطولة. منتخب لبنان للتنس تأهل إلى المجموعة الثانية في كأس ديفيز للتنس بعد ما أحرز 4 انتصارات متتالية في التصفيات على تركمانستان الإمارات ماليزيا وقطر قبل ما يفوز على نظير الأردني في مباراة فاصلة بالدور النهائي للمجموعة الثالثة واللي استضافتها سريلانكا في يوليو تموز الماضي.